مليان فول وزيت، انا اديتك المليان زياده عشان تتوصى بالزيت. وارشلك عليه شويه كمون وفوق منه سد غلفتي كمان. يا استا فؤاد، يا استا فؤاد. صباح الخير يا ست سعاد. والنبي القميص بتاع بابا حسام مستعجل خالص. ماكو من امبارح حزنت الحته، يلا يا واد. يا اخي ما تشد حيلك وتفلت ظهرك اموال، الحماله بتفلت من ايه؟ ده انت اللي بقيت خير يا وليه يا عجوزه. عجوزه؟ معلش، ولادك يا اخويا هم اللي يهدوا الحيل، شيلي يا بطن ربي يا ايد. القميص يا بابا. انا قلت كل شتيم. كويس. اجيب لك الجزمه. سعد اخويا مش راضي يقوم يلبس عشان يروح المدرسه. كده؟ طيب. انا بقيت على العتبه واللي عاوزني يلحقني. بابا اديله مصروفي قبل ما تخرج. هو ده معقول؟ مش نازل حضرتك قبل تكمل هيئتك والشنطه في ايدك؟ ماما تعالي بقى اغسلي لي وشي. حاضر. يلا يا حبيبي. يلا. اتفضل. يا بنتي يا سعاد. دقيقة واحدة يا جدي بلبس بابا. وده عاوز منك ايه الراجل العجوز ده؟ عايزني اقرا له في الجورنال عن هتلر. هتلر؟ ده زمان كان غاوي زناتي خليفة. يا حبيبتي يا سعودي، مين بقى اللي هيهندزني ويلبسني لما ياخدك مني الواد فتحي؟ لسه بدري يا بابا. بدري ايه يا واد؟ شوف يا اخويا البت اللي مستهفياني ونازلة زنة على وداني ليل ونهار. البدري ماما ازعل منك. اهمنك يا بنات الايام دي؟ بس فرحة تقولي لي ماما بابا امتى هيقابل المعلم محبوب عشان الجهاز والشقة والفساتين والنحاس. يا سلام عليك يا ماما، ان عدت اقول لك حاجة تاني. رايحة فين يا بنتي؟ هفطر اخواتي. بس يكزك يا فندم البشكاتب بيكون مزاجه رايق النهاردة ويرضى على السلفية الجديدة. ما يرضاش ليه؟ ضروري يرضى. لكن يا فهيمة ده أنا مستلف من الشركة المية سنة لقدام. صحيح مدير الشركة يحبني وما يرفضليش طلب، لكن إيه؟ هما هيلاقوا زيك فين موظف كبير المقام؟ بشر يلاقوا زيي؟ مش ممكن يلاقوا موظف زيي. ضروري يصرفوا لك اللي أنت عاوزه. أمال ده فرح ضناك. تعالى هنا. رايح فين؟ رايح آخد مصروف. طب تعالى أفطر قبل. أول أحسن تأخرت. استنى يا شيخ، طب أعمل لك سندوتش. استنى سعاد. يا سعاد. الله جدي، دقيقة واحدة وفطر إخواتي. الهيئة كاملة يا بابا، والقرش مستعد يا حبوبي. وادي قرشك انت الاخرى. سعيد يا بابا بس اوعى تنسى الشلة الزرقاء. حاضر الشلة. سعيد يا بابا بس اوعى تنسى البسكليت. والبسكليت. استنى خد. يا سعاد. ايوه يا جدي. ايوه ايوه يا اختي، لبست ابوكي وفطرت العيال ودلوقتي هتطبخي وبلاش انا اعرف حاجة عن الدنيا والحرب اللي ملياها. خدوا بالكم من نفسكم يا ولاد. يا اخويا خد بالك انت، ما تتسندش على الضرابزين لا تقع. انا مش هدفع ايجار الشهر الجاي الا لما يصلحوا الضرابزين المخلع ده. مش حد يقع من الضرابزين. ناقصك حاجه يا بابا؟ ايوه ناقصني البركه الصغيره والبركه الكبيره يا ام سعاد. خدها يا اخوي. انا حفوت على المعلم محبوب. اهلا وسهلا، اتفضل. المعلم زمانه في السكه. السكه؟ وده اسمه كلام؟ زمانه بيشخر في سبع نومه. معلمك ده يحب النوم كده ليه يا شالف؟ معلم قد الدنيا، مفطور ومليان، ما ينامش ليه؟ طبعا، وسايبك صاحي له حق ينام، بيطلع من ايده كام الف سرير في الجمعه. قول للمعلم يفوت عليا في المكتب. من عينيا. عليك الف سلامه. الف نور يا ابو نسر. يا سيدي البشكتاب اللي في مصر بأجمعها. اهلا وسهلا بالمعلم والصهرنا المقبل، الصلاة على النبي. مالك كده مزهزه ومفتح زي الورد؟ يا جمال الورد، يا جمال السرور. تعال اشفط لك خطة قرش. دي عزومة مراكبية يا معلم، ما انت عارف ان ميعاد الشغل قرب. ما تنساش يا شلبي، تبقى تفكر المعلم يفوت عليا في المكتب ان شاء الله. ابقى امر عليك وانا راجع. الواد يمكن ينجح النهارده ولا بكره، والندر لازم اوفيه. زم ايه؟ هي نتيجة فتحي هتظهر النهارده؟ وانا نادر اذا نجح الواد في الملحق ادخله في جمعتك. وكلام في صدرك، لو ما نجحش برضه هدخله في جمعتك. عاوزين نفرح بيهم. في عزك يا معلم.
يا نهار زي بعض، ده انا اتاخرت على الشغل. ما تنساش يا شلبي. السلام عليكم. عليكم السلام. ابقى تصلنا تلفون لو نتيجه فتح واقعت في ايدك. يا عم الحاج، والنبي تقول لعلي يحط لنا حتتين صابون غسيل. طلع يا ابني حتتين دب الخلط نفوس. حاضر يا حاج. يا حاج عم، وبعدين في السفون هو لسه بيشور؟ معلش انتهلوا السباك يا ابني. والحنفيه ربنا يفتحها في وشك. هو البنت ما طالبه ما بتخلص دي حاجه تقرف. بس في الحين في الاجره اتنايل انتوا بتدفعوا الدب يا ست نفوسك. يا امس شهد وحلال من ايد بلال يا مدمس. انا بلبل محسوبك يا عم الحاج. كيف حالك؟ نحمدوه. حط لي مغرفة في شقة وحبشها بالليمون والكمون واللازم منه. عينيا يا عم الحاج. كل ربع جنيه ولاد عم حاج، أحسن زبوني فوق. خد. وهات لنا كمان جرنان والقرش أهو. يا لز يا فول يا فول يا لز. شقة تستاهل أجرة شقة عندك يا عم الحاج. قول لي يا بلبل. أيوه يا عم الحاج. تعرف تستقرأ؟ أفك بس. طب شوف لي الشهاده العليا ظهرت ولا لسه؟ الدنيا مالها؟ ايه الحمار ده كله؟ حمار ايه يا واد؟ هي بطيخه؟ صباح الخير يا حاج ابو فتحي. صباح النور. اديني خمس سجاير يا علي وايدهم على الحساب. حاضر. خد والنبي يا ابني شوف لنا النتيجه بتاعت فتحي. هم بيقولوا يا سيدي يا تطلع النهارده يا تطلع بكره. السجاير صرت القرش. السلام عليكم. سلام. خد يا ابني لف فيه زي ما انت عايز. 9 و7 16. القرفة من الهليبة وعالي يا سمورس. اتفضل. ماشي يا حبوب. اللي قول لي مزاج حضرة البشكات بجنسه ايه النهارده؟ مسحوم زي عادته لكن مفرفش. مفرفش حال عز الطالب. الفرفشة في المهمشة. اسمعوا يا جماعة بقى، على ذكر الفرفشة هقول لكم نكتة صباح. بقى مرة في أستاذ بيسأل ابن موظف زي حالاتنا، بيقول له ما هو صاحب البيت؟ قال له صاحب البيت يا فندي هو اللي بيحجز على عفشنا أول كل شهر. كويسة؟ الله يخليكم. يا اللي مفيش منك يا سيمورتي، النكت الحلوة دي بتلاقيها فين؟ على باب حارتنا يا أبو درس. أنا سمعت إنهم هيصرفوا لنا شهر مكافأة على أول السنة، ما عندكش خبر يا سيمورتي؟ شوف اللي بيستنى الأذان في مالطا. يا جدع إحنا في أكتوبر. وفين شهر ديسمبر لسه؟ وحياتك يا شيخ عبد الرحمن، اكتب لي كده طلب سلفيه بخطك الناسخ الجميل. وعاوز كام؟ 40 جنيه يمكن يرسوا على 30. يا خبر. ده تلت المطلوب يا شيخ. اقول له ودينا عند البشكات بتاع. انا يودينا عند البشكات بتاعك. ما هو لو قال لي سيمورتي كنت جبته هوا. معلش حصل خير. اهلا وسهلا. ايه نجيب لك ايه بقى، قرفه ولا ينسون؟ لا لا قرفه ولا ينسون، هات لي يا ابني الكراوبه. عينيا. اتفضل اتفضل. اهلا. اسمح لي اقدمك لاصحابي وزملائي، حضرتك سي مصطفى وسي مكرم وسي عبد الرحمن وحضرتك المعلم محبوب تاجر موبيليا، كلنا محتاجين له. اه المعلم محبوب عبد الفتاح تاجر موبيليا قد الدنيا وخدام الانسانيه والله العظيم. وهوريهم الكارت بتاعي كمان. اتفضل يا حاج. تشرفنا. اتفضل يا سيدنا. اتفضل يا امير. تشرفنا يا معلم. العفو يا فندم. ودي صورتك اللي في الكارت يا معلم؟ من غير رتوش والله العظيم. انا ما انكرش اصلا، انا كونت نفسي بدراعي. عارف اللي طالع عليك في الصوره زي الاسد ده كان ايه؟ ايه؟ تاجر روبا بيكي وحياة عفشك. تعجبني يا روبا بيكي. انا موظف لك حته كشف على ذوقك، حاجه علاجه قوي. موبيليا ولا تقول الموبيليا جنبها. سعاد دي زي بنتك يا معلم محبوب. العفو يا سمورسي، الاصل برضو اصل والمراتب محفوظه. مرتبتك ريش نعام يا معلم. حضرتك البشكات عاوزك سمورسي. انا ايه الاثنين؟ ده انا اللي عاوزه، احنا الاثنين عاوزين بعض. ادفع يعني ادفع، حول الشيك يعني حول الشيك. انا عبد المأمور متشكر. صباح الخير يا حضرة البشكات. ايوه يا موسى فندي اتفضل اقعد. ما شاء الله الصحة الحمد لله. الو بونجور يا خالة جودفري. طبعا الفواتير بتتأيد اول باول يوم 19. طيب جنبك تضرب لي بعد ربع ساعة لو سمحت. ها كنا بنقول ايه يا موسى فندي؟ خد عدة فاتورة دي شكرا فندي وقول له يطلعها. حاضر يا فندي. ها كنا بنقول ايه بقى يا موسى فندي؟ كنا بنقول يا حضرة البشكاتب انه الحمد لله الصحة عال والوجه مشرق و طيب. شو بقى يا سيدي؟ الو؟ ايوه حاضر. طيب دقيقة واحدة من فضلك. خد اطلع على الورقة دي يا موسى فندي من فضلك. الو؟ ايوه يا سيدي انا وياك اهو. ها
حاضر. محترم مرسي أفندي مأمون بشركة الأراضي الأهلية. بعد التحية لما كانت شركتنا قد قررت إجراء توفير بعض الموظفين تمام يا فندم لعدم حاجة العمل إليهم أخطركم بأننا قررنا الاستغناء عن خدماتكم بالشركة في نهاية هذا الشهر مع استعدادنا لدفع المكافأة التي تستحقونها نظير المدة التي قضيتموها في خدمة الشركة وننتهز الفرصة لنشكركم على لكن ده مش ممكن ده معناه حكم الإعدام علي والله يا مرسي أفندي أنا عملت المستحيل مع المدير لكن أنت عارف أنا عبد المأمور لكن دول 22 سنة خدمة وأروح فين وأولادي وبيتي يعني نتشرب في الشارع نجوع أولا أنت عارف يا مرسي أن من حق الشركة الاستغناء عنك بدون إبداء أسباب مدام حتديك مدة للإنذار ثم بصراحة والسبب ده لازم تكون عارفه كويس ان المدير بنفسه كل يوم بيلاقي في الكشوفات بتاعتك اغلاط كبيرة قوي كبيرة تودي الشركة في داهية ومش مرة واحدة بس مرة واثنين وثلاثة وكل ده بسبب عينيك يا سمرسي انا مركب نظارة جديدة الجمعة اللي فاتت وشرفك يا حضرة البشكاتب دول 22 سنة خدمة طبعا دي حاجة تعمل ما يتهميش بص الحروف والارقام اروح فين دلوقتي يعني ارجع لمين الو ايوه يا وداد انا بابا اللي بيكلمك حاضر يا حبيبتي هشتريها لك بنفسي حاضر كنا بنقول ايه بقى يا مصفندي كنت بقول ادي اخرتها والله انا متاثر جدا يا مصفندي لكن اعمل ايه انا عبد المامور خد وياك قرار الاستغناء وامره على رئيس الحسابات في سكتك مرسي أفندي نسيت تاخذ الورقة العادية سلفي ألو أيوة يا خواجة جودفري وزي ما بيقول المثل يا إخوان خشب على خشب تطلعك فوق ولا الحوجة لسلم جارك البخيل مش كده ولا ايه اهلا برئيس البسكوتاب اهلا لا مؤاخذة انا تأخرت عليك الشغل حامي معلش قدها وقدود بخصوص الجهاز بتاع بنتي سعاد اصلهم كبسوني بحكاية من شوية حكايتي ايه كفل الشر ولا حاجة شغل يعني ضروري امال ايه وبنتظرك همر عليك في الدكان وننهي كل شيء شر خد راحتك ودبر امورك على مهلك عن اذن السلام عليكم يا رجاله وعليكم السلام ورحمه الله ايه يا سي مرسي اخبارك ايه اخباري دعي مزيكا فتحي نجاح طرب دمس اهل الحارة اهل الحارة فكهنية والبقالية وعم الحج فتح بيع والبشكات مرسفندي والاندلع مليون مرة لا وانا وانت خلاص الواد كلفتني ونجح مبروك يا فتحي بجمعتها زي ما اتفقنا يا رايي يا معلم بقى انت عاوز تكلفتها ولا ايه؟ عاوز تلضم فرح بفرح سعاد دي بنتي وعاوز افرح بيها يا بسيب عم مرسي بس جاي تعبان عن اذنك عم مرسي عندك انت مين يا بنايا سلام عليك يا ماما بارك الله ابوكي ما سمعك لكن ابو حسني سكان حارة بركه دول يموتوا في الفراش ولا تدلع مليون مره لا وانا وانت
مبروك، انا فرحت لك قوي. كتر خيرك كتر خيرك. عقبال اللي في بالي. اتفضل يا سي فاتح اتفضل. معلش انا بقى. اتفضل اتغدى معانا غدوه النجاح. سبقتكم. مبروك يا فتحي. الله يبارك فيك. انا جاي ان شاء الله بعد الظهر انا وابويا الحاج. تيجي تتغدى؟ هفضل جعان. ليه انت؟ لحد ما تشبعيني في بيتنا. انا زعلانه منك. ليه؟ علشان بتكلم. الله، ابتدينا نغير. انا؟ ابدا، دي كانت بتبارك لي. وهي مال؟ سم رقبتها. فرع الحاره كلها بسبوسه وكنافه. فتحي نجاح فتحي نجاح. استاذ فتحي يلا بقى، اتاخرنا على مناسب. يلا يا ابني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يا رب. ابو سعد ابو سعد. نعم يا رب. مدفوع مالك؟ ما ماليش، انا بس بدعي. ربنا يستجيب دعاك يا ابني. الا قول لي بكره ايش من الايام؟ بكره؟ عاوز ايه انت من بكره يابا؟ الا قول لي، هو صحيح موسوليني خطفوه؟ ما كانوا يسيبوا ربنا يخطفوا احسن. سيبني في حالي يابا، مالك ومال موسوليني ومال بكره ومال بعده؟ يا اخويا الحاج مالي الحاره زيطه، الراجل ده ما يتجوزش ليه؟ ارحم. اسمع يا موسى. نعم يا ابا. انا حرقص في فرح سعاد. قول ان عشنا يا ابا. طب خد وحرقص في فرح رؤية وفي فرح سعد كمان. اياك فاكرني حروح بدري. توكل. يا سلام عليك يا مرسي وعلى حركاتك. مش تقول انهم قبضوك السلفية يا راجل؟ سلفية؟ سلفية ايه؟ سعاد. استني يا فهيمة. بنتي يا سعاد خلاص هتدخلي الجمعة دي. فهيمة. بابا يا حبيبي يا بابا، ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا. ايه هنعمل فرح؟ ايه هنعمل فرح؟ تيجي نروح لفتحي؟ يلا بي. بابا يعني هننزل السوق بكرة؟ فهيمة الفلوس دي، الفلوس دي، الفلوس دي انا اللي هتصرف فيها. حكيم انت راجل ايدك سايبة على اولادك. وادي قاعدة. روحي هاتي ورقة وقلم علشان ما ننساش. حاضر يا ماما. اسمعي لي كويس، الفلوس دي تبقى. الفلوس دي، الفلوس دي، ايه؟ هو أنا هفرقها؟ مالك مخدود عليها كده زي ما تكون آخر رزقنا. أيوة دي آخر. آخر إيه؟ آخر سلفية. يا أخويا تعيش وتستلف. هو إحنا هيبقى ورانا إيه مصاريف بعد سعاد؟ أهي بطنه تنزاح. خد يا ماما. ادي 5 جنيه ونص. وانت يا عم مأمون ما عندكش حاجه محوشها؟ انا عندي اللقطه، اتوكلي واسكتي. يا اخويا انا بهزر معاك. ابي هزرش في حاجه غير دي. خدي عندي 30 جنيه للمعلم محبوب، مش كده؟ يا دوب 30 جنيه والباقي نقسطهم. تعالي بقى نحسب مصاريف الليله الكبيره. شوفي مين يا سعاد. حاضر. يا ساتر. اهلا وسهلا. اتفضل. عوافي يا ام سعد. يعافيك يا حاج. اهلا اتفضل يا حاج. نور عليك يا ابو سعد. القهوه يا سعاد. وده يوم قهوه، ده يوم شربات. نشربه ان شاء الله نهار ما سعد ياخد فيها يا سعاد. لو اني زعلانه منه. ليه بس؟ من غير مقدمات ولا تمهدات العيال هيخشوا ان شاء الله الخميس الجاي. تعجبني يا حاج عبده، وادي احنا جاهزين من كله. والمسألة وما فيها مش عاوزة منك غير كلمة الموافقة. موافقة؟ اه الموافقة، هي عاوزة شرح. عاوز أقول يعني إن سعاد عزيزة عليا أوي ولازم أفرح بيها ولازم تدوني فرصة. والفرصة دي عشان إيه يا أبو سعد؟ علشان لازم نفصل لها هدوم كويسة وشقتها تتوطب وجهازها يكمل، يعني لازم تدوني فرصة. والفرصة دي لإمتى يعني؟ لأول الشهر. أول الشهر؟ برضه كويس.
اللي تشوفه. شربات الهنا يا عروسة. عقبال الفرحة الكبيرة. مرسي سي مرسي ابو سعد، شوف يا اخويا الراجل استحلى النومة. قوم معاد الشغل قرب. الشغل 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 يا خبر، اوعى تكون اتأخر. يا شعكة انهر زي بعضه. ولازم تكون كلفتها بالقصب والخرز يا جلفدان يا حبيبتي اخضر زي ما قلتلي. ربنا يجعل ايامها خضرة يا ست ام سعد. والنبي بلاش الكشكشه. ايه بقى على عينيا مخففه شويه، هنطلع احسن بكتير. السلام عليكم. اهلا سي فتحي. اصل جد مأمون كان وصاني اقرا له جورنال شويه. وماله يا حبيبي، اتفضل، مفيش حد غريب، ده احنا قاعدين نهندس في عروستك. ازيك يا ست جلفدان؟ ما نوصيكيش. على عينيا يا عريس الهان، الجورنال فيه اخبار كويسه. مليان اخبار. عم مأمون، عم مأمون ده باين انه مخمر في النوم، قومي يا سعاد صحيه. حاضر. لا لا على ايه؟ خليه مرتاح، اصل انا مش مستعجل. يا خبر، شفت بقى؟ الله، ده الزيت غرق ايديا. طب روح اغسل ايدك. قومي يا سعاد طلعي له فوطه نظيفه. حاضر. وحشنا يا جميل. وطي صوتك. اوضتنا بقت فل، ازرق بلون السما. صوتك عالي قوي يا توح. الجميل بيحبني. اسكت. ما يسكتنيش الا بوزه. اختشي امال. سلفه، سلفه من تحت الحساب. انت هتسكت ولا صحي لك جدي تقرا له الجورنال؟ والنبي كنت ازعل. خلينا لوحدنا شويه. ما اقدرش، الخياطه بره بتقيس لي الفساتين. انا راضي بالحلو من غير لا زفه ولا قيافه. يا بنتي يا سعاد. صحي. طيب يا جدي جاي اهو. اتفضل بقى سلم نفسك. اتفضل. حاجه تقرف. تعالى يا علول. اما في حته خبر بقى في الجرايد النهارده يا جدي؟ النهارده زي امبارح ومبارح زي بكره. قول قول قول. لا 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 لا، امبارح رموا قنبله قد البيضه على بلد في اليابان، وفي ربع ساعه طار ربع مليون نفس. طاروا دي هم عصافير بني ادمين والنبي يا جدي. هيعملوا ايه الناس بس يا اخواتي؟ جحيم في الدنيا وجحيم في الاخره. اقرا اقرا. النشاط الرياضي بطنطا. اتاخرت كده ليه يا مرسي؟ مالك يا مرسي زي اللي ما انتش قادر تشيل نفسك؟ ولا حاجه، الشغل. وانت انت فاكر ايه؟ انا شايل الشركه على كتافي. اهلا، ازيك يا فتحي؟ الله يسلمك يا عم مرسي، ده انا فوت النهارده على الشركه. فوت على الشركه؟ الساعه كام؟ حوالي الساعه 11 يا عم. النهارده؟ اصل النهارده كنت هطلع لك، وبعدين خفت لحسن اعطلك. فعلا النهارده انا كنت مشغول قوي.
تصوري يا فهيمة ان المدير بيزعل من الزوار. لكن ده سفتحي عريس بنتك يجيلك وقت ما يعجبه. سفتحي طبعا طبعا. تعالى بقى لما اقول لك على اللي صرفناه واللي جبناه. يا اخويا دي الفلوس بتتبخر زي المية. قرايه الجرانين لعم مأمون دي بقت حكاية. تصوري بقى لي ساعتين بقرا له في الجورنال وما هوش شبعان. مش انت اللي بيعجبك كده؟ ايوه بس يعني اجازة اجازة. اسمعي احسن طريقة يلا بينا نزوغ ونروح السينما. سينما؟ يا سلام هو ده وقته؟ البلاغ يا فتحي. البلاغ البلاغ تاني. راحت يا عم يبقوا عشرتين. وايه يعني مسألة حظ؟ حظ؟ ما هو لو كنت أمنت على حياتك ما كانتش راحت العشر. وانت بتقول فيها التأمين على الحياة أحسن شيء. مش جايز تكون ماشي في السكة يقع عليك لوح إزاز يقطم رقبتك. مش جايز تكون بس بس بل الله ولا بالك يا شيخ. اسمع كلامي أمن على حياتك قسط واحد والباقي على الله. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بالبشكات. أهلا وسهلا سمرسة فندي. حرمنا من أنسة. فين قعداتك الجميلة؟ خد لك نفسين. استنى لما اخد نفسك. يا نفيشه القهوه لحضره البشكاتر. ايه لك؟ يمسيكم بالخير. اهلا. اقعد يا بلبل. كلفت روحك كده ليه؟ عامل زي الفته المتقليه. تسلم يا حاج. اصل اتفقت معاهم هنا في القهوه على شغلانه. ايه هتعمل لهم مدم السكر زياده؟ لا ده انا هنقول قصه على الربابه. قبل ما تقول امن على حياتك. مساء الخير يا مدمس. يمسيك بالخير يا فوطه. قال هيطربنا. قال يا اخي جات لك زغطه. والله نفسك العك. انت فاكرني محتاج؟ ده انا غاوي رفيع. شفت بقى 3 جنيه يجيبوا 1000 جنيه حد يصدق دي؟ قلتها لي 100 مره يا سي رضوان. والله مصدقك. شوف خليه يكلم. ايه 3 جنيه يجيبوا 1000 جنيه مين هو ده؟ ايوه يا سيدي حكايه التأمن اللي ما نعرفهاش. انت بتصدق الكلام ده يا سي رضوان؟ اصدق اذا كان ده حصل على ايدي. انتوا عارفين الراجل اسمه علي سحروت اللي فاتح دكان مزين صغير في الخليفه. الراجل ده كان مأمن على حياته لمده 20 سنه. 20 سنه وحد ده من عمره وغايته دفع اول قسط وبعد يومين ايه؟ لا فطر وماي يا حرام. ايه مات؟ لا طلعت روحه بسيطه. وبعدين الشركه ومناخيرها في الارض دفعت لعياله وبيته 1000 جنيه على داير مليم. إذا صبرتم فزتم ونلتم وأمر ربي نافذ، وإن ما صبرتم تبقوا كفرتم وأمر ربي نافذ. واحد راسم له خطة لكفاحه شغل فلوسه في باب تجارة، الحظ يساعده وينال نجاحه لكن ما دامش وجد خسارة. ما قدرش يصبر على اللي نابه راح انتحر وضيع شبابه. ده مات بذنبه وأمر ربي نافذ، كفر بربه وأمر ربي نافذ. وإذا صبرتم فزتم ونلتم وأمر ربي نافذ. ابتليتم بأمر كان يلي يريد الإله يكون، أصل التعجل من الشيطان وكل شدة لازم تهون. إذا أصابك مصاب تجيل الصبر نعمة وشيء جميل، اصبر تنول وأمر ربي نافذ، وتوب وقول وأمر ربي نافذ. وإذا صبرتم فزتم ونلتم وأمر ربي نافذ. إيه يا جدي ده أنت خدتلك 60 دول؟ اسكت يا واد ما أنت قدامك 60 سنة تلعب فيهم. أنا عايز أركب وراك. أيييي
عاوز توقعني، عاوز تموتني يا مغفل. خد عجلتك بلا لعب عيال. بنتي يا رؤية، تعالي خدي ايدي وديني لحد مكتب البوسطة يا بنتي. بوسطة عشان ايه يا عم مأمون؟ انت مالك انت؟ يا اخويا فضونا من دوشتكم، ده ما كانش يوم اجازة. يا عيني عليك يا مرسي، اللي الشركة ما بتديك ولا يوم اجازة ابدا. هي على بعضها برشيه. لا برش مسكه. امرك. بنصبح يا مشغولين. ازيك يا مفيده؟ زي الاحوال؟ الاحوال ينكتب لها دفتر. المستكه. يعني شغلك قوي الحسابات دي اللي انت عمال تكتب فيها؟ قوي. المستكه. الله بلاش دوشه، خد وهات الباقي. يا بفتحي يا بفتحي تعالى ما اقولك. طب روح انت، انا هحصلك. شيل ده عندك وخد بالك من المحل لحد ما ارجع. كوتة حلوة فكة 5 جنيه يا معلم. روق. ازيك يا ست تفليد؟ تفليدة ده يا معلم، اعرف اسمي كويس، مفيدة. مفيدة والله العظيم بالقوي. قلتلك اصولك وبحبحك وريحت من دخت القلب. دخت القلب دي مزاج يا معلم، هاتي بلد بكرة. يبقى بكرة وبعد بكرة. سعاد، حضرتك عاوزه تنزل البلد من غير اذني؟ مش بعتلك. وراح على فين؟ رايح اشتري كلفه وحبه حاجات، تيجي معايا؟ طبعا. هاك طوعين، تعالي نروح نتغدى في اي حته بره، ولا اقولك تيجي نروح جنينه الحيوانات ونتغدى هناك صميت وجبنه بعدين نتاخر. الحكايه بسيطه، نفوت على عم مرسي في الشركه ونستاذن منه. انا عندي فكره، نضرب له تليفون. مش وقت يا فتحي. الله، بص يا فتحي. يا سلام، اشتري لك ازازه الريحه دي. استنى بس، تعرف ثمنها كام؟ طب وايه يعني؟ ان شاء الله تستوى جنيه. جنيه؟ يا خبر، دي بتلاتة جنيه ونص. ايه؟ حتة عقدة الصباع دي بتلاتة جنيه ونص؟ ايوه. معلش، فرقت معايا باتنين ونص. مين عارف يا سعاد، يمكن في يوم اشتري لك دستة منها. الله، سعد. يا وسبتي. سعد، الوضع فين؟ اهو. كل حاجة بتتكلم، إنها نوصة بتتكلم. لا 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 لا
لازم نشتري البسكليتة دي. طيب يلا حبيبي. هي تسوى كام؟ 8 جنيه بس. يا خبر. 8 جنيه؟ لا ما عطلكش. المرة الجاية نفوت عليك مرة تانية. يا حرام. مرة تانية مرة تانية. قلت ايه؟ أكلم أبوك في التليفون؟ بلاش يا فتحي. عشان خاطر نجرب بس. والله تسمح لي أتكلم في التليفون؟ اتفضل. متشكر أوي. الو شركة الأراضي المصرية؟ طب والله اديني مرسى فندي. فتحي عبد العظيم. أهلا. ازيك يا فتحي؟ ازي صح. ازي حضرتك؟ مبروك نجاح. الله يبارك فيك. نسبة النجاح عندنا السنة دي 79%. ألو. والله البركة في حضرتك. عايزة مرسى فندي. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ والله ودي عمي عبد الرحمن أفندي. إنما بقى أنا بقول أعمال حرة. والله عايزة أكلم بابا. أتمنى لك كل نجاح. شكرا. هو مش موجود؟ مع السلامة. إيه؟ ايه يا سعاد؟ هو زعلك ولا ايه؟ لا ابدا مفيش يا فتحي، بس انا دايخه شويه وعايزه اروح. طيب حالا. متشكر قوي. يلا يلا حبيبي. وبعدين المدير قال لي يا مرسي وظيفه كاتب حسابات دي صغيره قوي عليك، لازم ندور لك على وظيفه محترمه تليق بيه. ايوه مال دول بيحترموني قوي في الشركه ومقامي كبير. ده حتى مش بعيد ان المدير بنفسه حقيقي يحضر فرح سعاد. والله يا سعاد ليلتك هيتحكي عنها. انت جيت يا سعاد؟ امال فين اخوك؟ بيلعب تحت قدام الباب. طيب ساعد ابوك على ما اشوف المفتقه على النار. تعال يا سعود تعال. ان شاء الله تعيش يا سعود. تعرفي انا فرحان قوي لانه هيكون لي بيتين. ايوه مال بيتين. اما اطلع من هنا اروح افطر عندك قبل ما اروح الشركه ولما اخرج من الشركه اتغدى عندك، وسيبك بقى من القروبه دي بتاعه المفتقه دي هكاعد قوي. وانا عزمت كل الموظفين. امال عزمتهم كلهم والمدير. المدير بنفسه هيجي علشان الموظف القديم بتاعه. ايمان ناقصك حاجه يا حبيبتي؟ بابا عايز اقول لك انا في يا سعاد؟ قولي لي ده انا ابوك. انا ضربت لك تليفون في الشركه النهارده. ضربت لي تليفون؟ ومين اللي رد عليك؟ رد علي عبد الرحمن. فهمت منه كل حاجه يا بابا. عرفتي يا سعاد اني ما قلتليش يا بابا؟ ليه خبيت علينا كلنا؟ مش حرام؟ والفلوس اللي عمالين نبعزق فيها فلوس المكافأة. مكافأة؟ مكافأة ايه؟ سعاد مرسي ايه الحكاية؟ ولا حاجة ولا حاجة. انتوا دايما كده تهولوا. خلوا من حبة قبة. ايه يعني؟ اشغال كتير والارزاق على الله. انا مش فاهمة حاجة. ماما بابا طلعوه من الشركة. طلع من الشركة؟ يا مصيبتي. وكل الفلوس اللي بنبعزق فيها دي بقيت المكافأة بتاعته. يا خبر. ايه عاوزين تقولوا ايه يعني؟ بقيت عاطل مش هقدر الاقي شغل؟ انا لله الحمد صحتي زي البوم، هقدر الاقي لكم لقمة. ومن امتى الكلام ده يا سعاد؟ من يوم السبت. اقصى عليك يا مرسي ولا تقوليش. عم الحاج جاي معاه ناس. بابا انا النهارده شفت البسكليتة وعايز واحدة ليا وواحدة لجدي مأمون. يا ولاد احسن ابوك وراجع تعبان النهارده شويه. بابا مرحب. اتفضل يا سي رضوان. ابو سعد جوه. بقية في حياتك الشيخ فرغل. عم الشيخ فرغل امتى؟ فرغل بتاعنا؟ لا يا شيخ. لا حول الله يا ربي. ده انا مقابله امبارح في البوسطه ومديله ميعاد يجيني هنا النهارده. دنيا فانيه، كان راجل طيب. المساله دلوقتي ان الراجل ما فاتش حق الكفل وعنده 7 من العيال يعملوا ايه؟ اصل المرحوم كان مغفل، ليه ما يعملش حسابه قبل ما يخلف الجرمق ده كله؟ يعني كان هيعمل ايه؟ هو كان عارف. وفرت كان عارف.
هيعمل ايه؟ ما انا فضلت ازن على ودانه يا شيخ فرغل، امن على حياتك عشان عيالك وقرش فوق قرش، لكن تقول لي مين؟ وده وقته يا سي رضوان، وقته ونص. انتم مش داريانين التأمين ده اكتشاف زي الراديو، الكهرباء، القنبلة الذرية، مين عارف هيحصل ايه بكرة؟ التأمين هو اللي يفيد في حالات الموت. والله على عني دخلني في محاضرة. والنبي يا ام سعد اسمعك حكاية علي سحرون. الراجل ده يا ستي دفع قسط واحد 3 جنيه. كان السحروت ومفروت وزعروت. سيبه يتكلم، بيتكلم صح. احكي يا رضوان احكي. بسمع يا سي مرسي، نحن اتفقنا كبرات الحتة نلم قرشين من بعض ونتويه ونستنى رحمة ربنا في اليتامى دول. اليتامى، اليتامى. فهمتنا بقى يا سي مرسي؟ ايوه فاهم، بس انا خد يا حاج جنيه طلع من ذمه ابو سعد. تسلم الايد يا ام سعد، وتبقى لك عند الله يا باش كاتب يا انسان يا كريم. يلا بينا يا جماعه نكمل لفتنا. متشكرين. بينا يا حاج. هعصلكم بعد 5، هريح هنا شويه مع ابو ناصر. واجب. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامه. الله يسلمك. ما نقولكوش في وحش. نكد عليا الشيخ فرغد الله يرحمه بقى. الغدا يا فهيمه، انت لسه مقابلني امبارح في البوسطه يا ناس. بقى يا سيدي فتحي جات له وظيفه في الحكوميه وجنابه مش عاوز يستوفى، قال ايه عاوز يشتغل اشغال حره. طب ما هو حر، لكن الوظيفه كاتب، وبكره يبقى باش كاتب يملى العين، ياخد فلوسه متجمده اول الشهر. اه امال انا معلمه صارب دم قلبي عليه عشان يقعد لسه يتلطم لي. صبرك عليه بس يا حاج. قال ايه عاوز يعمل مصنع بلاط مش ياخد الريح. وما ادراك. قال ايه عاوز يعمل رهنية على العمارة اللي حلت. قلت له لا، لحد هنا وستوب، دور لك على شريك تاني. انا ماليش دعوة بتهيؤات العلم دي، انا الراجل بني العمارة طوبة على طوبة وسقيها بعرق جبيني ومونها بدم قلبي. النبي لو عندي فلوس كنت اشاركه. انا كل منايا اشوف موظف محترم زي حضرتك كده. السلام عليكم. عليكم السلام. والنبي يا سي مرسي تمسح لي الكلام الفارغ ده من دماغه باستيكه. حاضر انا هكلمه. السلام عليكم. يا فهيم مش عارف راسي من رجلي. يا راجل انت ضعيف الايمان ليه؟ بكره تتعدل. انا خجلان اقول لك ان انا مش لاقي وظيفه ومش هلاقي وظيفه. نظري ضعيف قوي، مش عارف اتصرف ازاي. سي مرسي عيب، ده انت لسه عافي. وفي حد ضامن نفسه في الدنيا؟ مرسي سيبيني افضفض شويه. وانتوا ذنبكوا ايه؟ ولادي سعد ورقيه وسعاد
سعاد العروسة اللي دخلتها قربت. اهو ده المهم، سعاد لازم نسترها الاول براس مرفوعة قدام الناس. مظبوط يا فندم. سعاد اول حاجة، انتي معاكي كام دلوقتي؟ مالكش دعوة باللي معايا، حتتين صيغة هنبيعهم ونصرف على الفرح اكتر ما كنا ناويين، وبعد كده ربنا يتولانا. صيغة؟ تبيع الصيغة يا فهيمة؟ للدرجة دي؟ وصلنا للدرجة دي؟ وايه يعني؟ هو احنا هنبيع عيل من ولادنا؟ انتي رايحة فين؟ واصلة بس مشوار صغير وراجع حال. انتي مش هتبيعي زختك. صيغة ايه يا سعاد؟ ما تحاوليش تنكري علي، انا فاهم كل حاجة. تعالي انا عايزاك في كلمتين في اوضتي. هتعطليني يا سعاد، انتي بس مالك ومال الكلام ده؟ ماما انا هشتغل. ايه؟ تشتغلي؟ يا عيب الشوم، تجننتي يا بنتي؟ لازم اشتغل، أنا مش واخدة شهادة من المدرسة. وفي حاجة تانية لازم تعرفيها، بابا مش هيقدر يكسب قرش بعد النهاردة. اخصى عليك يا سعاد، ازاي تقولي الكلام ده على أبوكي؟ أنا بحب أبويا أكتر من نفسي، لكن إحنا دلوقتي بقينا عيلة، عيلة ولازم نعيش. تفتكري مين هيأكل؟ ربنا موجود يا بنتي. أخويا سعد لسه صغير، ورقية تلميذة، وجدي عايز اللي يساعده، وانتي ما تقدريش تشتغلي، يبقى ما فيش الا انا الكبيره، وربنا اختارني للموقف ده. انتي ليكي راجل مكتوب كتابك عليه، والدخله قربت يا بنتي. الدخله ممكن تتاجل. ايه؟ وممكن تتلغي كمان. انا ورايا مسؤوليه اهم من الدخله والجواز. يا ربي ليه الفضايح دي؟ ماما ارجوك افهميني كويس، ما فيش حاجه اسمها فضيحه قدام لقمه العيش. الدنيا اتنورت خالص، مفيش فرق بين بنت وولد. امال كنتوا بتعلموني ليه؟ يا واد انت هتتجوز، يعني هيبقى وراك مسؤوليات. مش عاوزين نجوع بنات الناس المحترمين معانا. انت عاوز تهزقني في وسط الحاره؟ موظف عاد، لكن طوب واسر مل وبلاط حاجه تليس المخ. يابا فهمني، انت عارف الفرق بين العمل الحر والوظيفة ايه؟ ايه؟ الوظيفة يعني معناها بعد 22 سنة ابقى زي عم مرسي. وماله انت الطول؟ انا ما بقولش حاجة، بس يعني العمل الحر ممكن ابقى احسن من كده كتير. العمل الحر بعد 22 سنة ممكن ابقى زي عبود مثلا. وجايز تبقى زي بلبل مثلا. قول يا بلبل. صباحك بالخير يا ابن معلم. صباح النور. اديني راتل زياد فرنساوي. انت بقالك كام سنه بتبيع فول؟ اقول لك اولا 10 محوش. ايه اولا الستر؟ قول لحضرتك. عن اذنك يابا، دقيقه واحده. انا فين يا استاذ؟ اي حال. رايحه تشتري حاجه ولا ايه؟ لا ابدا، رايحه ازور واحده صاحبتها عيانه. مين هي؟ ما تعرفهاش. وهترجع امتى؟ والله مش عارفه. طب وصل. لا لا لا، خليك انت هنا وانا اروح لوحدي، كتر خير. مالهم عواو جو؟ لازم الحالة خطيرة. يا ساتر استر يا رب. وبعدين يا جماعة مفيش حس يعني. زمن خدار، حد كان يصدق؟ كان بيجري زي الحصان. خير يا ابو سعد؟ طمن. ادي الروشته، الاقراص والحقن والدواء السايل، ياخده قبل الاكل وبعده. فكرك يا دكتور الدور ده هيطول معاه؟
مؤكد يطول مع كبر السن. يعني لازم راحة وعناية، وأنا حاجة أشوفه بكرة إن شاء الله. متشكر يا دكتور. يا سلام عليك يا عم مأمون، كل مرة تضيق تشيل الغطا. ما أنت بتكلفتيني به كأنه كفن. بعد الشر عليك، كفني. عم مأمون. مين؟ سعاد؟ لا، فتح. جبت جورنان، قول لي ايه اخبار الدنيا. الدنيا عايزاك يا عم مأمون، ده احنا هنجيب لك ناموسيه، بس شد حيلك. يا ناموسيه هتحوش عني عزرائيل؟ توكل. شد حيلك يا عم مأمون، انا لسه شايفه في البوسطه اول امبارح يا ناس. شد حيلك يا ابا، ده دوره هيمر علينا كلنا. اشمعنى ما نقاش الا انا؟ واحنا اللي بنقول عليك اشد مننا يا عم مأمون. اشد؟ اه يا ابني، طب تعال قول لنا فيه. يا ريتنا انا يا جدي كنت اتحمله عنك. بكره تخف يابا، ربنا عالم. خايف يا حاج لا تاجلوا الدخله شويه ايام. يا شيخ خايف، ده كبير العيله بقى كده تعملها فينا يا عم مأمون. الله سلامتك بقى. نستعجز بقى يا عم مأمون، خليناك بعافيه. السلام عليكم يا عم مأمون. شد حيلك. لسه مشرفت. شرفنا الشرفة. سلام. الله يحفظك. توكلوا توكلوا. امال فين سعاد؟ راحت تزور واحده صاحبتها، زمانها جايه. اخص عليك يا سعاد، تسيبيني لوحدي، بكره تزوريني بالقرافه. بعد الشر عليك. امال فين النمسيه؟ ايه علي، راحت عليك نومه برضه النهارده يا فتحي؟ ايه خرجت؟ لسه دوبك كده؟ ده من ربع ساعه. يا خساره، ربع ساعه حاجه تحير. امال فين ابويا؟ مين عارف، يمكن راح هنا ولا هنا. وقت مكرونه يا سعالي. وقع حته واحده ليه؟ عازمين الحاره؟ لا، عازمه حبايبنا، بطبخ لهم بايديا، قاعده في البيت مش دايره على حل شعري اتسكع في الشوارع ليل ونهار. تقصدي مين يا ست مفيده؟ اقصد اللي واخدين شهادات. ما توزن لها ابني بقى وتخلصنا. اوزن كويس، هو العيار يفلت من ايدك. لا ما تخافيش علينا، ده احنا عيار 24 وشرفك. حكم. زي الاخبار؟ والله بابا لسه ما قريتش جرايد. جرايد ايه؟ اخبارك انت؟ ادي احنا مستنظرين. مستنظرين لامتى؟ ما تروح تشوف الراجل العيان ده، ده عيار طويل قوي. روح شوف. حاضر. شوفه هيموت هيصحى ايه؟ لو ما قلتليش اتاخر ليه؟ الراجل الكبير عيان. عيان؟ طب ودي حاجه يتحجج بيها؟ اسأليني انا على المخبي. ايه يا اختي المخبي؟ اديني يا عم اديني بسرعه. حطك بعافيه. الله يعافيك يا اختي. والله علي يا ست سعاد، كم يا عم البرتقال؟ 7 قرش يا ست. 10. 7. لا يا شيخ، والنبي زي ما بقول لك كده بقى، ده يطلع مني كله يا سعاد. انا مش زعلانه بس الا على سي مرسي القصد. فوتك بعافيه. يعافيك. ما تتلموا بقى بلسنتكم الطويله دي يا نسوان. مالك يا ست مفيده؟ ماليه ودنا وش. الا اعمل لي والله تشكيله كده قد ب 10 سنت. حاضر. الا قول لي، هي سعاد بنت مرسي افندي فاتت من هنا دلوقتي؟ لا لا، ما خدش بالي. ما تعرفش بتتاخر بالليل كده وتروح فين؟ معرفش. الله، معرفش عن كده حاجه خالص. اعملي معروف يا خالتي فهيم، ريحيني لحسن. انا خلاص ما بقتش طايق نفسي. يا ابني يا حبيبي، انا عارفه انت عاوز تقول ايه. خلاص عم مأمون قرب يخف. لا مش قصدي، سعاد اتغيرت خالص، بس مشغوله شويه مع صاحبتها. صاحبتها؟ وهي صاحبتها اهم مني، كل يوم خروج خروج. بصراحه ابويا ابتدى يقلق. ما اذا كانت مش عايزاني تقول لي احسن. ما تقولش كده، دي بنتي وانا عارفاها. طب وعم مرسي الاقي فين دلوقتي؟ هو في اجازه زي ما انت عارف، بينزل ما بيقولش رايح فين. يا سلام يا ماما، عيا جدي ده مزعلني قوي. والله ما انا زعلانه اللي على فتحي. يا كبدي يا ابني، ريق ونشف من كتر السؤال عليكي. مالها سعاد راميه طوبتي ليه؟ وصاحبتها دي مين؟ وهي فين؟ قلبي بيتقطع علي ومش قادره اقول له حاجه. يا خبر، ده انا اتاخرت قوي. خدي بالك من نفسك يا بنتي. اطمني يا ماما. النهارده هقول لهم راحت فين؟ هخترع لهم ايه؟
وفيهم زوار وفيهم اللي بيشتغلوا. بيشتغلوا؟ بيشتغلوا ايه؟ في شركة تايبرايتر وفي خياطات وفي عيادات وفي مدرسة رقص. رقص؟ بقى كده؟ قول يا سي فتحي، ما تقدرش بعلمك ده اللي صرفنا عليه اموال تفهمني خفايا الامور؟ عم مرسي سكت على طول، وعم مأمون خف وبقى زي الحصان، والبت خيلاني رايحة جاية، يكونش كلام الناس صحيح. ابويا ما تصدقش كل كلام الناس. اصدق اللي انا شايفه بعيني. الله، دول سكتوا على طول. وبعدين بقى ما تقولش الكلام ده. اسمع، المسألة عاوزة صراحة. احنا النهاردة نشوف لنا حل وإلا. تعال. عاوز ايه فتحي؟ ما بنشوفكيش ليه؟ تكونيش نسيتينا؟ قد انت شفتني اهو. شفتك ونص. طب ممكن نتمشى شويه لحد المنتزه؟ بس الوقت متاخر قوي. هو انا اللي خليت الوقت يتاخر؟ ما تسالي روحي كنت فين. عايز تقول ايه يا فتحي؟ اللي انا عاوز اقوله ما يتقالش على السلم. مش وقته يا فتحي. لا، وقت ونص. تقدري تفهميني حضرتك بتروحي فين؟ ولا كانك مشبوكه براي. ازاي الكلام ده يا فتحي؟ انا ما هو لازم تقولي لي ايه الحكايه. اي حاسب ايدي يا فتحي. سعاد، مش عاوزه تجاوبيني ليه؟ انا عايزه اقول لك. قولي. عايزه اقول لك اننا لازم نسيب بعض يا فتحي. سعاد، 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 كلمة واحدة. سعاد، من فضلك قولي لأخويا رضوان ينزل من فوق لحسن الوقت اتأخر شوية. حاضر، هقول. التأديب ده يا أبو سعد يطمن حياتك ويصون عيالك، مش كده يا أبو مرسي والنبي؟ عندك حكاية علي سحروت الحلاق بتاع الخليج، 300 قرش جابوا لعياله 1000 جنيه. رقص يا اختي مع الرجاله رقص. والنبي، ولا عشنا بشوفنا والفرح، يعني النصبه مش هتقوم. نصبه دي حقها كانت تبقى مصيبه. اتفضلي يا ست، عاوز ادي بوس. استنى نشوف الاهم. لا على اصله. الدخل امتى يا سي فتحي؟ انت مالك يا بت؟ اصلي نفسي اشوف خريجات مدرسه الرقص. خلاص يا بلاش قله ادب، يلا امشي من هنا. انت بتشتمني؟ طب ما تشطر على غيري. غيرك ضفر وبرقبتي. انت عايزه منها ايه؟ هي مين دي اللي هعوز منها يا اخويا؟ اياك هحتاج رقصه في فرح. خد ادي العنوان وادي شغلتها. هز يا وز، هز يا وز. حظ دي حرفانة يا عبيط. يا عم صلي على النبي. على فكرة احنا نسينا بروس التأمين امتى؟ الكتير بكرة ولا بعده؟
دلوقتي عم المحل متأمن عليه ضد الحرامية والخطافين والبلاوي المستخبية. طبعا طبعا. إلا الإفلاس. إفلاس إيه بالله ولا فلاس تفهم من بوقك. أهلا وأخيرا ظهر أبو سعد. أهلا أهلا. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام. اتفضل. أهلا. وحشتونا يا جماعة. هذا أنت فين أبو سعد؟ تحت النظر. قهوة أبو بحفظ البشكاتب. أيوة يا جاي. أمال فين الحاج عبد العليم؟ موجود. أنت أهلنا الحاج عبد العليم هات. حاضر. انت فينك يا سمورسي؟ والله الدنيا مشاغل وعايا ابويا. مشاغل ايه؟ ايه اقول لك ايه يا معلم محبوب؟ انت يا سمورسي فاكرنا غرب ولا ايه؟ احنا ولاد حته واحده وولاد حاره وولاد انسانيه. انا مش فاهم قصدك ايه يا معلم محبوب. انا فاهمك كويس حتى اسال الحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله ما انت ازيك يا سمورسي؟ الله يخليك. انت فين يا حاج؟ عاش من شافك يا اخي. انا اتقال الكلام ده يا سمورسي؟ ده انا ليا معاك حساب عسير. الله. ايه يا جماعه؟ انا بقول لكم ان انا كنت مشغول ثم الراجل الكبير ابويا كان عيان وكنت بعالج نظر. يعني دي ظروف بتحصل لكل واحد. معقول معقول. تسمحوا لنا نختلي حبتين؟ اتفضل يا عيال. اتفضل على راحتكم. اتفضل يا سمورسي. العب يا عم. يلا نكمل العشاء. يلا يلا يا اخويا. يلا يا اخويا. ودي هاد القهوه هناك. هات يا اخويا. ايه اللي بتقوله؟ كلام اهدى يا حاج عبد العليم. هي النصيحه من القريب تزعل؟ ما هو عرضي برضه. كذابين، بقول لك كذابين. بنتي انا؟ بنتي مرسي مأمون؟ ما هو الواد نازل يلف وعقله تايه خالص. اذا كان يهمك ابنك انا تهمني بنتي الف مره. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ محدش يقدر يمس ولد من ولادي بكلمة. افترسه اموته. بس ما كنتش عصبي. الا مدرسة راس عصبية وكلام فارغ. يا مرس. مرس. لا حافظ عودة وسعودة. جرايحك. انت قلت له. اكون شغلوط يا جدعان. والله العظيم يا رب. عندي بقى. بتروح مراقص. عم مرسي اهلا اهلا. اتفضل. مفيده ما تكذبيش عليا. انت اللي بتقولي للناس انه بنتي سعاد بتشتغل رقاصه؟ انا ما قلتش حاجه. اللي شافوها هم اللي قالوا. اه يا مجرمه تقولي على بنتي سعاد البريئه الطاهره كلام زي كده؟ عيب عليك يا سي مرسي. انت راجل كبير وقد ابويا. وبدل ما تمسك ايدي كده وتقعد تشتمني ابقى اعرف الدليل الاول. اي دليل غير لسانك الطويل ونفسيتك الدنيئه؟ الساعه دلوقتي 7. روح شارع شريف نمره 82 تلاقي الشغل ماشي على اصله. شارع شريف. ها ايه رايك؟ عجبك؟ كويس خالص بس الصدر واسع شويه. معلش اضيقه يا فندم. كل حاجه تتصرف. عايزينك في الصالون يا سعاد. حاضر. عن اذنك دقيقه واحده. اتفضلي. فتحي ايه اللي جابك؟ جابتني رجلي يا سعاد. انت بتشتغلي خياطة؟ ايوه يا فتحي. كده يا سعاد. دقيقة واحدة يا فتحي. انا جاية معك. فين بنتي؟ بنتي؟ عايز مين انت اخينا؟ سعاد بنتي بيقولوا بتشتغل هنا. مين دي سعاد؟ سعاد بنتي. سعاد. 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 هي دي الظروف
اللي خلتني اخبي عليك واشتغل خياط. يا سلام، وانا اللي كنت فاكر. سامحيني يا سعاد، انا من دلوقتي هدور على اي وظيفه واقعد معاكم. وانت ذنبك ايه عشان تشيل الحمل ده لوحدك؟ ذنبي ايه؟ ده احنا بقينا عيله واحده، يعني خلاص الدنيا ما بقاش فيها انسانيه. الدنيا بردت قوي، يظهر عليها حتشتي. يلا يا فتحي. حبيبتي يا بنتي. بابا صحي؟ سعيدة يا بابا. انتي كنت فين وجاي منين وتأخرتي ليه؟ انا كنت عند واحدة صاحبتي عيانة قوي. يلا يلا انا مجهزة لكم العشاء. شوف يا بابا، انا لقيت في المجلة دي بحث جديد عن ضعف النظر الوراثي وجبتها لك معايا. خليك بعيد، وكمان بتكذبي عليا للدرجة دي؟ فضحتيني، حطيتي راسي في الارض. اخص عليك يا سعاد، تعملي في ابوك كده؟ في ايه بس يا بابا؟ انت عرفت، وانت اللي كنت فاكرك انك ولية اصيلة تخليني طرطور على اخر زمن. بس حدي نفسك وتعالى كل لك لقمة. مش عاوز اكل لقمة نكسب، مش عاوز اكل من شرفي من عرضي. بتقول ايه يا بابا؟ عرضك ايه وشرفك ايه ولقمة نكسة ايه؟ جرالك ايه بس يا ابو سعد؟ بنتي تشتغل في محلات رأس وخمر ومرعاة؟ بابا انت فاكرني بشتغل فين؟ بتشتغلي في مدرسة رأس. انا رحت هناك شارع شريف نمرة 82، والبواب اداني مصافي وقال لي انك خرجتي مع واحد هناك. انت غلطان يا بابا، انا صحيح بشتغل في شارع شريف وفي عمارة نمرة 82، لكن مش في مدرسة رأس. انا بشتغل عند واحدة خياطة اسمها مدام مارلو، بتخيط للمدارس وللعائلات وللناس الكبار قوي، وما بتاخدش الا خريجات من الفنون، ودي استمارة هي فيها اسم علشان تسد. امال مدرسة رأس دي تبقى ايه؟ دي في نفس العمارة. لكن انا قالوا لي انك بترقصي مع الرجالة. وصدقتهم يا بابا. وليه يعني تشتغل ليه؟ تشتغلي خياطة ازاي؟ ليه؟ مش قادر اوكلكم اللقمة؟ مش قادر اصرف عليكم؟ ايه انا اصبحت شرابة خرج؟ ما عندكمش راجل؟ يا ابو سعد ده حد ناس. انا ما عنديش بنات تشتغل، سامعين؟ انا اللي اصرف عليكم، انا رب الاسرة. عاوزين ايه؟ عاوزين ان انا اجيب لكم فلوس؟ ببكرة انا هجيب لكم فلوس. انا هشيل حجر، انا هبيع تراب حسرة بشغلكم، لكن ما عنديش بنات تشتغل، سامعين؟ علي الطلاق، ما عندي بنت تشتغل. حضرت مرشي أفندي مأمون، نأسف بإختاركم أن الوظيفة التي تطلبونها عندنا ككاتب حسابات لا توجد الآن، لأن الوظائف كلها مزدحمة بالشركة، ولذا نخطركم بأننا. Thank you.
3 جنيه تضمن مستقبلك. علي سحروت أمن على حياته، دفع قسط واحد 3 جنيه، ولاده قبضهم 1000 جنيه. الجواب ده، الجواب ده جه امتى؟ وصل امتى؟ جابوا البوستاجي بعد الظهر ونسيت اقول لك. وما تقوليليش يا وليه يا هبله يا مريانه. ترى ايه يا بابا؟ الجواب ده في خبر تعييني، انا تعينت في وظيفه جديده. والنبي ده شركه قد الدنيا بضعف المرتب اللي كنت باخده في الشركه الثانيه. يا ما انت كريم يا رب. انا نازل عند الحاج عبده عشان ابلغه عشان نشاهد على الفرح بقى. ايه الزعيق ده؟ انا افتكرت موسوليني بيخطب في الراديو، انت كان ايه؟ بالفرح يا ابويا، بالفرح، لاني ضمنت مستقبلهم. يا سلام يا سي مرسي، الصيغه دي انا اللي بايعها لك من كام سنه، ده عمر. عمر زي الولاد. احمد قطعوا 76 جنيه و49 قرش و50 قرش. باش ده علشان خاطرك يا سي مرسي، انا جاي على نفسي والله، علشان خاطر العشرة والمعروف. 50 60 70 75 76 ونص. كتر خير. خلاص يا دكتور. ايوه يا فندم، بس اتفضل امضي. فين يا فندم؟ هنا يا فندم. بالتشكل. مع السلامة. دقيقة واحدة، ما اشوف تقرير الدكتور قبل ما يمشي. مبروك يا عم، الكشف كويس. ودلوقتي بقى تعالى معرفك بمدير المكتب. طيب يا مرسي افندي، احنا استوفينا جميع المعلومات المطلوبه منك، اتفضل امضي، ولما تنتهي الاجراءات نبعت لك البوليس. يا كريم انا مستعجل،
في ظرف اسبوع على الاكثر. اسبوع ده كتير، مش ممكن بكره ولا بعد؟ ده مستحيل، لان في اجراءات لازم احنا نقوم بيها. اجراءات ايه؟ انا مالك يا مرسي فني؟ باين عليك مضطرب. لا ولا حاجه، بس الواحد في الدنيا دي مش ضامن عمره. لا ما تقولش كده، ربنا يديك طول العمر. مع السلامه. شكرا. اهلا ابن حلال، والله انا كنت جاي لك. البوليس خلصت يا سيدي اهي. اتفضل، مبروك، سلام عليكم ومع السلامه. مين قدك يا استاذ فتحي؟ دخلتك الجمعه الجايه، ده احنا نسيبنا سيدي البشكوتات. الله يخليك، عقبال ما تفرح باولادهم واولاد ولادهم في حياتك ان شاء الله. وانتم يا اهل الحته يا جيراننا، الكل معزوم في الخميس المقبل. استنوا عليا بس لما اخش. الله يا سعد، استنى لاحسن تقع. يا كله يا ابو سعد، ده انت قششت المسكي كله. وانت لسه شفت حاجه؟ البركه فيكم، وانا ليا غيركم. اللي اقول انت كسبت لوتريه ولا كسبت لوتريات؟ قول عندك بقى. ده نمره. انا يا بابا. انت يا نور عيني، طلعي لها الفستان القبه. ودي نمره اتنين، ودي نمره. ده كله يا ابو سعد. تعالى يا سعاد شوف ابوكي. وريني بدع نونو، تعالي اتفرجي. شوفي بقى الفستان القبه ده، ايه رايك بقى؟ الله، ده عشاني. الله، ده انت هتبقي فيه زي صناير السيمة. ده عشان الفرح. انت بقى يا واد هتلف. بابا، البسكليتة ديت ليه ولا جدي مأمون؟ لا، جدك له حاجة تانية. ها يا ابويا. ايه؟ هديتك. ايه رأيك في المصحف ده؟ ايوه، احسن هدية في الدنيا. وعلبة الملبن. الله، فهمتني. اما انت يا عروسة يا عتيقة، الشال القبهة ده. تسلم ايدك يا ابو سعد. شوفوا بقى العرسان، دعوة الفرح. عارفة بقى هعزم مين؟ لا لا لا، ولا حد. الحاجات دي سيبها لك.
أشوفك يا ابني فاتح مصنعك وصيتك سعاد دي جوهرة. يا سلام عم مرسي، دي من عناية. تسلم عيني. هاتي بوش يا بنتي. ألف مبروك. مرسي عزبت عندهم الليلة. بس كده؟ من الليلة حتباتي عندهم كتير. يا حاج عبد العليم سعاد في رعايتك. يا أمانة في رقبتي. وأنت سيب من يحافظ عليه. فهيم. يلا يا ابني. يلا يا ابني يلا. يلا يا سعد. تعال يا سعد. سلام. الله يسلمك. انبسط وتوكل. يلا يا ولد. انا كمان كتير. يعني حبكت روح الفرح بالمسك ده انت. يا اخي فرحان بيها. فرحان بيها. الحقني يا مرسي الحقني. انا دايخ. شربت كوبايه بيره ضحكوا عليا وقالوا عرقسوس. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الله العظيم. وانت يا سعد مش تخش تنام ولا تخاف تنام لوحدك؟ لا انا ما بخافش. عفارم عليك. هتبوس يا حبيبي. اصله مامتك هتبات عند العروسه. لكن الرجاله ما يخافوش من الضلم. فشل ده جد هو اللي خاف من الضلمه. انا مصحصح الليله يا اولاد قوي. مش جايين نوم. مش جايين نوم. طب تعالى ما نايمك يا جد. لا يا واد احنا نلعب بالبسكليته شويه. توكل. أبويا وصيتك سعد مسه بالخير. توكل. بس بقى يا واد دوختني. انزل بقى خليني اخد لي لفتين. يلا توكل انت الاخر. ما تزقنيش قوي. توقعني يا خنزير. الله يا عم ما تزقنيش. يا عم ما تزقنيش. الحزام يا مرسي. رد علي يا ما تضيعش وقت. فك الحزام. الحزام يا مرسي. يا بوليسه. بوليسه. بوليسه التامين 30 سنه. متى استاذكني؟ الله يهنيكم. مش انا واعي يا مرسي. خذها. خذها وتوكك. ابوي. ابوي. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.
دماغي تاني بس يا ابويا.